إذا وصلت مساء السبت بعثة المنتخب الوطني للناشئين إلى مدينة المكلا بمحافظة حضرموت قادمة من مدينة لودر بأبين لإقامة المرحلة الثانية من المعسكر الإعدادي الداخلي استعدادا للاستحقاقات المقبلة. ويسعى الجهاز الفني للمنتخب خلال المرحلة الثانية إلى اختيار القائمة النهائية التي ستخوض منافسات بطولتي غرب آسيا نهاية شهر أغسطس المقبل في الأردن وتصفية كأس آسيا في أكتوبر. وقام المنتخب أولى حصصه التدريبية بالمكلا على أمل أن يصل اللاعبون إلى الجاهزية الكاملة قبل خوض غمار البطولة المدرجة في رزنامة المنتخب خلال الأسابيع المقبلة. الجدير ذكره أن اللاعبين الذين شاركوا في بطولة غرب آسيا السابقة سيلتحقون بالبعثة خلال الأيام القادمة. في الطرف الآخر تتواصل تدريبات المنتخب الوطني للشباب بصنعاء وذلك في إطار استعداداته لخوض تصفية كأس آسيا والمزمع إقامتها في سبتمبر المقبل. الأحمر الشاب يجري تدريبات مكثفة في معسكره الإعدادي الداخلي قبل المغادرة لخوض المعسكر الخارجي المقرر إقامته في العراق. هذا وقد خضع المنتخب الوطني للشباب مباريات ودية مع أندية صنعاء يحاول من خلالها الجهاز الفني معرفة مستويات اللاعبين وقدراتهم الفنية والعمل على تطويرها. يذكر أن قرعة تصفيات كأس آسيا للشباب التي سحبت قبل قد أوقعت منتخبنا الوطني إلى جوار منتخبات أندونيسيا البلد المضيف بالإضافة إلى تيمور الشرقية والمالديف.